قلقان تقول انت يعني بجد مش بتعملوا الكلام ده. اتفرجنا على الملحه في الخطاب، طب ما يعني الدنيا واعده نستطيع ان نعمل حاجات قويه جدا. ما اتكلمنا مع علي وزير الري، قال انا ما عنديش ادنى مشكله في المكان ده على اساس ان انتوا تتكلموا مع وزاره الزراعه. كان لسه دكتور صلاح هلال نازل بارك له، احنا ما دخلناش باركنا، ما دخلنا قلنا له عندنا مشروع 220 الف فدان. فقال لهم مع السلامه، تعالوا راجل عملي تعالوا نقعد نتكلم. طب قال لي ايه فكرتك؟ قلت له على فكره 1 2 3 4، احنا عايزين نعمل مدينه خضراء يشهد بيها العالم. ما سافرت بره كتير وشفت ناس عندها ميه وعندها خضار وحقيقه ما عندهاش الجو بتاعنا ولا عندها الارض بتاعتنا. اول معضله قابلتنا الكهرباء. قلنا لهم والله احنا بعد اول 20,000 فدان او بعد اول 1000 فدان نشتغل طاقه شمسيه. الابار احنا جاهزين، ما عندناش مشكله نحفر الابار، بس يعني قولوا لنا الارض عامله ازاي. قعدنا في مناقشات واسعه لدرجه انه الورقه اللي قدام سعادتك دي وصلت عن طريق معالي وزير الري ومعالي وزير الزراعه الى المهندس ابراهيم محلي ابراهيم السوس. طلبنا بالامر المباشر ان احنا نتواجد في مؤتمر شرم الشيخ. وبالفعل رحنا مؤتمر شرم الشيخ وتم توقيع مذكره تفاهم في هذا الصدد على اساس ان احنا يحصل عمليه اسناد بشكل انت حجم انت انا خايف مصدر كهرباء قدام. طبعا دي حاجه يعني جميله والواحد يتمنى والواحد يشوف حاجه خضراء يعني ان شاء الله. دي لوحدها الصوره اللي عند حجم دي صور حقيقيه. طبعا مش فوتوشوب. يعني احنا عايزين نوصل ان احنا بالشكل ده حتى البيوت. لا بس دي فوتوشوب. لا يا فندم مش فوتوشوب، دي فوتوشوب لان مفيش فلاح بيطلع بالكميات دي كلها في النخله. هو دي تجربه موجوده بره. النخله بتعمل فلاح كل شيء. لا في الاقتصاديه ولا حاجه مش موجوده في الامارات. في الامارات في صوره موجوده مزرعه هنا في مصر. لا احنا مش بنشكلك والله ده احنا لا 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 حتى الفكره بتاعت البيوت اللي احنا عايزين نعملها كنت لسه بتكلم مع الاستاذ زعيم اتفضل ايه المرسوم بتاع البيت. احنا لا عايزين